إلى أحوال الطقس، إذ توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار المنخفض المداري وسط بحر العرب جنوب شرق صلالة واتجاهه نحو الشمال الغربي قرب السواحل العمانية، مع تطوره إلى عاصفة مدارية خلال الساعات 24 القادمة. وتصل سرعة الرياح حول مركز المنخفض إلى نحو 55 كيلومتر في الساعة، تصاحبه سحب ركامية ممطرة مع احتمالية وصول سرعته إلى 80 كيلومتر في الساعة. وفيما يتعلق بتأثيره على الدولة، فقد أفاد المركز بأن أغلب نماذج التنبؤات العددية تشير إلى عدم تأثر الإمارات بالحالة المدارية بشكل مباشر خلال الأيام الخمسة القادمة. وناشد المركز الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه وعدم تداول الشائعات، مشيرا إلى أنه يتابع الوضع على مدار الساعة. ولتفاصيل أكثر حول أحوال الطقس، ينضم إلينا عبر الهاتف عبد العزيز الجابري، متنبئ جوي في المركز الوطني للأرصاد. أستاذ عبد العزيز، مساء الخير. وبداية، هل من تأثيرات غير مباشرة للمنخفض المداري في وسط بحر العرب على أجواء الدولة، وما هي المؤشرات والتنبؤات بشأنها؟ في البداية أخوي أمسي عليكم وعلى مشاهدين تلفزيون الشارقة، وأحب أن أوضح أن الحالة المدارية في بحر العرب حاليا مصنفة كمنخفض مداري، وتشير أغلب التنبؤات العددية إلى تحول المنخفض إلى عاصفة مدارية خلال 24 ساعة القادمة وتحركها باتجاه السواحل العمانية. أما عن تأثيراتها الغير مباشرة على الدولة، فمن المتوقع أن يحصل ذلك عند وصول العاصفة للأراضي العمانية، وتكون في صورة كتل من الهواء الرطبة باتجاه الدولة، وقد يصاحبها تشكل السحب الركامية وسقوط بعض الأمطار خاصة على المناطق الشمالية والجنوبية من الدولة. طبعا النماذج العددية معظمها اتفقت على أن المنخفض المداري بيتحول إلى عاصفة مدارية من الدرجة الأولى خلال 24 ساعة القادمة. متوقع إن شاء الله أن يصل إلى السواحل العمانية ما بين تاريخ 11 و 12 من هذا الشهر. وتأثيراتها الغير مباشرة علينا على الدولة طبعا بتكون ما بين تاريخ 12 إلى تاريخ 14. أحب أن ننوه لنقطة أخيرة بس، أن عادة المنخفضات أو العواصف المدارية أو العواصف بشكل عام تتغير، في تغير مستمر بالنسبه فان شاء الله اذا في اي تغير او في تغير مسار حركه العاصفه نفسها، ان شاء الله بنوافيكم فيها اول باول. لكن اتفقت معظم التنبؤات العدديه او نماذج التنبؤات العدديه الى نفس المؤشرات الحاليه التي حصلنا عليها. نعم، إذن عبد العزيز الجابري، متنبئ جوي في المركز الوطني للأرصاد، شكرا على هذه الإفادة.